وهاتك. ألست من الناس يا سمية؟ بلى، أعني لا أفهم مرادك يا سيدي، فأجيب بما يرضيك. هذه امرأة عاقلة تنشد الرضا بما تقول. بلى، قولي ولا تخافي، أنت من الناس أليس كذلك؟ بلى يا سيدي، أنا من الناس. هذا حسن، فمن نحن؟ وأنتم كذلك يا سيدي. كذلك؟ ولكن الناس منازل يا سيدي، ونحن مواليكم وتبع لكم. ألم أقل لكم سمية امرأة عاقلة؟